مركز ديلول للدراسات الاستراتيجية ينظم ندوة ثقافية تحت عنوان طوفان الأقصى المآلات والتحديات، شارك فيها عدد من الباحثين والمهتمين بالقضية. القيم الغربية المتشدقة بمسوح الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان كذبة يروجها العالم الغربي، يقول متحدثنا في الندوة. جرف طوفان الأقصى قلاع القيم الغربية المتدثرة بمسوح الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، فسقطت قلعة حرية التعبير، وشهد العالم قوات الأمن وهي تقتحم الجامعات الأمريكية وتعتقل الأساتذة والطلبة بعنف ووحشية لأنهم عبروا عن رفض الجنون الإسرائيلي. طوفان الأقصى وما أعقبه من مكاسب استراتيجية وعسكرية لصالح المقاومة الفلسطينية على يد الشهيد يحيى السنوار كان محل بحث ونقاش في أحد المحاور الرئيسية للندوة. الشهيد يحيى السنوار كان عنده عهد أخذه على نفسه عندما خرج من سجون العدو الإسرائيلي 2011 أنه يحرر كل السجناء الفلسطينيين، وبالتالي كان أن يأخذ أسرى من الإسرائيليين من أجل تحرير الأسرى الفلسطينيين، ثم أنه يمتلك تعاد القضية من جديد كقضية أولى في العالم ويتم التفاوض عليها. بالتالي كانت هناك مكاسب تكتيكية، لكن الأهم هي المكاسب الاستراتيجية لإعادة القضية إلى واجهة العالم، وأن القضية الفلسطينية لم تنتهي، وأن الاستقرار في الشرق الأوسط لن يتحقق قبل حل هذه القضية. وحول مآلات طوفان الأقصى وتطوره في القضية الفلسطينية، رأى محاضرون أن ذلك يتطلب تأجيل كل الخلافات من أجل تكاتف الجهود نصرة للمقاومة الفلسطينية، حيث أنه لا شيء يجب أن يشغل الأمة اليوم سوى القضية. لأن ذا التطور اللي تعيش القضية الفلسطينية اليوم، خصوصا مآلات طوفان الأقصى، يفرض على الناس كاملة إلى عات ما هو توفى من الخلافات تأجل الخلافات، والله اللي عنده ممكن ويوسر من الأمور في قراءتنا وفي تحالفاتنا وفي تقويمنا للتاريخ وفي اهتماماتنا وفي شكل خطابنا، قادين نتغلبوا عليها إلين نخطوا ذي القضية الجوهرية على الأقل في ذي المرحلة الحساسة، ونعود نفكروا في المستقبل عنا نقدر نختلفوا في كل شيء غير تجمعنا فلسطين. وتأتي هذه الندوة تزامنا مع فعاليات وأنشطة مختلفة تشهدها موريتانيا منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 من أكتوبر الماضي.